مرحبا، تحية كنعانية فلسطينية أصيلة لكل فلسطيني في أي نتفة بالعالم بشوفنا. بمناسبة يوم الأرض بحب أحكي لكم أنه إحنا ما زلنا صامدين في أرضنا وما زلنا متمسكين بحق العودة وبحق تقرير مصيرنا حتى التحرير إن شاء الله. هاي الأرض إلنا مثل ما كل فلسطين إلنا، من قلب غزة بنوجه رسالة للعالم كله، الأرض حقنا اليوم وبكرة وبعده، لمخيمات لبنان وسوريا والأردن، لكل الفلسطينيين الأحرار بالعالم، دمتم ملحة وفخرة هذه الأرض، لكل من روى بدمائه فلسطين، للشهيد والجريح والأسير، للثوار والثائرين، هذه الأرض لكم ومنكم، للصهاينة والأمريكيين، خسئتم وخسئ كل الخائنين في تقسيم فلسطين. رسالتنا في هذا اليوم للعالم وللعالم العربي على وجه الخصوص، انظروا لي بإنسانيتكم لنا ولقضيتنا، التاريخ لن يرحم من باع وخان فلسطين. رسالتنا للعدو الصهيوني بأن سنبقى نناضل، سنبقى نقاوم حتى استعادة كافة أراضي فلسطين المحتلة.